انا ابغى اخاطب ارواحكم قبل اي شيء. شكرا لكم انتم على انكم عنتونا وعنتوا بعض على قيام هالفقره. شكرا ابو شوق المحامي الرائع والعشير والعضيد والاخ هاني، كنت نعم الصديق ونعم الاخ في هالفقره، وسعدت جدا بين الموسم الثاني على التوالي تكون معي، والبرنامج الثالث بعد شباب شو وزد صديق 5 وزد صديق 6 تشاركنا فيها البرامج الجميلة وجها لوجه، وكنت خير صديق وخير عون لي في هالبرنامج. والله الكلمات تقف وتحتار في جمال صداقتك وجمال روحك أخوي هاني. زياد وأبو سعد، زياد كنت من أجمل المتسابقين العام الماضي، من أكثر حضورا جمالا وحضورا وتواجدا. السنة هذه أثبت وجودك وكنت المقدم الأول والمنافس الشرس في هالبرنامج، كنت مقدم الجميل الرائع، أثبت وجودك وحضورك بعد نهاية الدورة الخامسة بحضور دورات تدريبية وحضور وتطوير من ذاتك، تطوير من حضورك على الشاشة. حضرت في هالفقرة وأثبت نفسك، تستاهل كل خير. أبو فزاع الأخ الصديق والكبير والأب الروحي لهالفقرة، كنت فعلا نعم الموجه وما زلت موجه لنا، تكبرنا سنا تكبرنا عقلا وتكبرنا مكانة. ما فيك مقصور، الله يسعدك، ولا في قصور شاو كلهم. أبو فزاع فعلا كنت نعم الموجه، كنت الصندوق الأسود لعلي الغامدي، صندوق الأسرار، ربما اتصالات كثيرة آخر الليالي فضفضة. صندوق الأسود حسن مو بزينة والله، لا صندوق الأسود دائما يصير حادث طيارة شيء يطلق على صندوق الطائرة، يكون آخر كلمات لكابتن الطائرة في أي رحلة، فأنا أقول صندوق الأسود لي أبو فزاع من ناحية جميع الأحداث أو النقاط أو الأشياء اللي الملهمة اللي استشفها أبو فزاع. فعلا كنتم أجمل شباب في كنا في هالفقرة. أنا ودي بس بكلمة بسيطة. تفضل علي. ما شاء الله تبارك الله. اسلم. وانتهت رحلة كلام اليوم التي حاولت أن ترتشف من أعذب ينابيع العطاء الرصيدي ما بين تدريب وتطوير ودراما وفنون وموعظة وأدب وواقعية، رحلة أخذت على عاتقها البناء والإلهام. اختلفنا كثيرا مع فرسانها واتفقنا أنهم محور الجمال على مدى 100 يوم. كلام اليوم وكلام اليوم وكلام اليوم وكلام الأمس وكلام الغد يقف حائرا عن وصف هذا المنبر الشامخ، منبر بداية محتضن النجوم وداعم المواهب والمشاريع، منطلق الخير والبذل. شكرا بداية، وأختم عبارة: ستواصل قناتنا المشوار وتعود مرة أخرى بداية. شكرا لكم شباب. العافية علي، وكلمات فعلا خلينا نقول إحساس الوداع أحيانا يكون مر لكنه وداع شاشة، ولكن القلوب باقية مع بعض بإذن الله، والتميز